ونقول صباح الخير من ليلة رمضان. إن شاء الله بكرة رمضان وانتم طيبين. صحيت بدري، قلت بسوي تغييرات شوية في الغرفة، بغير ملحة في السرير وزي كده، فما عليكم من هذه الكركبة. بس شوفوا كيف الستارة لما بعدت اللي هي البني كده خليتها على طرف، حسيت كده وسعت، حسيت كده أعطت شكل أكبر للشباك. باقي هنا لسه أغراض ما شلتها، بحط كده أشياء كده تدل على رمضان، مسح المرايا وبس، وبغير ملحة في السرير، أحط إضاءات مدري، يعني كده شوية أجواء رمضانية نسوي. وبعد ما أخلص راح نبدأ مع بعض في الصالة. فيلا أول حاجة راح أفك الشبابيك عشان نجدد الهواء، عشان يتجدد الهواء شوية في الغرفة. خلصنا، شوفوا ايش رايكم. ما سويت اشياء واو، بس من الاشياء الموجوده في البيت غيرت ملح في السرير، حطيت قران هنا، وحطيت قران هنا، وحطيت الانوار هذه اللي على السرير شايفينها كده على شكل ايش، على شكل فانوس. شوفوا كيف، بسم الله، شايفين كيف على شكل فوانيس كده صغيره. وبس يعني اشياء بسيطه تتغير النفسيه وكده تحسسنا بدخول رمضان. وبس دحين حروح المطبخ خلص كم شغلة في المطبخ وبعدين حنبدأ في الصالة. هذه الثلاجة اهو فاضية، طبعا زي ما قلت لكم انا كنت مفضيتها اساس، بس مخلية هنا الادوية في الباب، فدحين راح اخرج الادوية وامسحها على السريع. وهذه الثلاجة خلاص شوفوا مسحتها كاملة. هذه الرفوف اللي هنا غسلتها لأنه كان فيها أشياء مكبوبة، والرفوف اللي هنا بس مسحتها لأنه كانت نظيفة. لو تفتكروا هذه اللفة اللي أول اشتريتها وحطيتها هنا، خلاص شلت القديمة رميتها وراح أحط جديدة. لو ما كان عندك عادي نفسها هي غسليها وحطيها، بس أنا عشان كان في بعضها تقطع فخلاص هحط جديدة. خلصنا الثلاجة الحمد لله، حطيت الفرشات وكل شيء خلاص جاهزة. يصير نيجي عند أحلى فقرة، حطها هنا، شوفوا كيف بدأت تبخر كل الثلاجة. وطبعا راح يوصل ألمة الفريزر، يعني خلاص بس واحدة تكفي، ولو حابة تحط اثنين عادي. حسيبها تتبخر وأكمل شغلي، أحب كده أصحى من الصباح أخلص شغلي بدري، يصير كل الليل وأنا مرتاحة ما عندي حاجة. أمس قبل ما أنام غسلت البوتاجاز والرخامة حقت المطبخ هذه، وغسلت الغلاية وكل شيء، كل شيء يخص المطبخ خلاص غسلته وخليته ينشف براحته. الحين أبغى أرتب الأشياء، كل شيء في مكانه. هنا عندي هذا، أحط عليه المناديل، أخذت مناديل أكبر حجم، شوف كيف تكفيني رمضان كامل. اشتريت هذه راح اعبي فيها كل البهارات الموجوده عندي، رحت الحمد لله اشتريت بهارات جديده، فراح ابدا اعبيها في كل هذه، قلت هذه افضل خليها كده عشان ما ابان، انه في رمضان انا يعني طبخ يكون اكثر من الايام العاديه، فقلت خليني اعبي فيها كل البهارات ويصير على طول جنبي، راح اخليها هنا على الرخامه حتى المطبخ، فراح تكون على طول جنبي واسهل. فدحين راح اعبيها وبعد كده نكمل. We'll be right back.
من المقليات خذي اللي انت تبيه، انا ما ابغى. هي رتبت الاغراض، شوفوا اللي حطيت البيض وحطيت الادويه، طلعت الادويه اللي منتهيه مدتها خلاص رميتها، والادويه الكويسه خليتها. اخذنا مايونيز، مايونيز هذا الجبن، هذا الجبن اليوم حسويها، وهنا كمان الموزاريلا كمان اليوم حسويها. وبس شوف كيف، هذه هي كل الاغراض اللي اشتريتها. انا دائما اشتري اغراض مره قليله على حسب ايش راح اطبخ انا اساسا بس. واخذت كمان تونه ومعلبات صوصات ما ادري، كلها في الدولاب جوا، بس هذه الاغراض اللي في الثلاجه يعني. وبس هنا شوفوا كيف، وهنا شوفوا كيف، بس المويه احب الثلاجه تكون فاضيه، ما احب احط هنا بوكسات وما ادري ايه، ما احب. وهنا حطيت الخضار بس يبغالي لسه اقطعها واظبطها، حطيتها زي ما هي زي ما اشتريتها على طول حطيتها. اخلص من ترتيب الاغراض وبعدين ارجع لها. وبس والفريزر ده الفريزر كذا رتبتها، والفريزر كمان نفس الشيء، ما احب كذا اكدسها، ما احب، ما اعرف ليه والله، ترى انا انسان غريبه جد، ما احب كذا، لا افتح الفريزر الاقيها معبي عفش، اتضايق وما اسوي ولا اكله. هنا اللحم اللي هو اللحم القطع اللي فيه العظام يعني، حطيته هنا، حطيت حق كل طبخه في كيسه يعني، كل كيسه واحده حق الطبخه واحده. وهنا نفس الشيء، هذا اللحم المفروم المره الاولى كمان شاركت معاكم طريقته، انه كذا يصير انه يصير كذا نحيف بسرعه يفك منه الثلج. وهنا اخذت السبرينج رول، اخذت بالبيض والعادي، هذه بالبيض وهذه العاديه. واخذت هذه العجينه الجديده اللي اسمها سولو، ابغى اجربها معاكم، اذا كويسه اقول لكم عليها. طبعا خضار مشكله، هذه الخضروات المشكله انا اسويها كذا في الطريقه باللحمه، ان شاء الله بعدين اشاركها معاكم. واخذت بف باستري، اخذت مانجا وفراوله وجوافه، هذه احب اسوي بيها عصيرات طبيعيه. وبس هنا زبده وثوم، بس هذا كل اغراضي. ما احب كثير اغراض، هذه هي مقادير رمضان عندي. نسيت ما اقول لكم على هذه العجينه، انا اخذها للسمبوسه الرقاق زي كذا تيجي، ما اخذ سويتس، ما سويتس، سويتس كذا تنشف وتعبني، ما اعرف كذا تيبس، حتى لما نجي مثلا احشيها والفها تتكسر، هذه لينه وحلوه وما تتكسر معاكي، وحتى في القلي ما تشرب زيت. ماما تجيب لي هي كل سنه، فما اعرف من فين صراحه، بس لو حابين عادي اسالكم هي. طيب بالنسبه للاجبان، انا ما اشتري الجبن اللي هو الموزاريلا الجاهز اللي يكون مبشور، يكون زي كذا موزاريلا، بس انا ابشره بنفسي. فاللي حابة تسوي نفس طريقتي راح نحتاج ثلاثة أنواع من الجبن، موزاريلا وأشقوان وشيدر، وحنحتاج هذه الأكياس اللي هي أكياس التبريد. ويلا نبدأ. أول خطوة حنسويها حنبشر كل الأجبان الموجودة عندنا، زي كذا بهذه البشارة، هذا الحجم، شايفين هذا الحجم. فهنا بعد ما بشرناهم نستخدمهم على وجه الصواني، نرشهم كذا على وجه الصينية، ممكن نستخدمهم حشوة للسمبوسة حسب استخدامك. فهذه الأكياس عندنا ايش راح اسوي فيها، راح استخدم كيسة، راح استخدم فيها ثلاثة أنواع أجبان مع بعض في كيسة واحدة، وكيسة راح استخدم فيها بس موزاريلا لوحدها، وكيسة راح استخدم فيها موزاريلا وأشقوان، كيسة راح استخدم فيها موزاريلا وشيدر، زي كذا عرفتوا؟ يعني راح أنوع الأكياس حسب الجبن الموجود عندي. بعد ما تحطوهم نخبطوهم جوا عشان تدمج كل الأنواع مع بعض. طبعا بعد ما خلصنا راح اطبطبها زي ما كل مرة نسوي كذا، تمام، فرقها من الهواء ونقفلها زي كذا وخلاص. وكل الأنواع بعدها بنفس الطريقة، بس غيروا
انواع الجبن. نسيت اقول لكم اذا بتستخدموها لحشوة السمبوسة استخدموها على طول من بعد البشر، يعني اول ما تبشروها على طول احشو السمبوسة لانه ما ينفع تتفرزن وبعد كذا تستخدميها. طبعا اخر شيء حتطلع معاكم بهذا الشكل كذا وخلاص وتفرزنوها. ممكن انكم تكتبوا عليها التاريخ لو كان تطول عندكم يعني ما تخلصوها بسرعة، وإذا كنت تستخدموها باستمرار يعني وحتخلص عارفين خلاص ما يحتاج انكم تسجل عليها اي تاريخ. شوفوا هنا لما سافرت دحمة ياخذ كل الجلايل حقت البيت ووداها تتغسل وزي كذا. مهم وهنا جالسة مقرطصة، اخلص من غسيل الارضيات وخلاص ابدا افردها. الحمد لله غسلت الأرضيات ورتبت البيت وخلصت تماما وبخرت كمان، أحس خلاص سقط الصفر. فراح أبدأ أمنتج لكم الفيديو وأنزله وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ومع السلامة.